بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك. وحان ربا ما انت هالكن إنا نكاقه الله أرهي المهم أو أه مهمة إلا ذا عن بحنت عن شورة الدرك. وحان ربا دادك ريبوت لان إنا نكو عي قرينو إن عدي أنا عن شورة بحين إن دول نما أيسن شريني ما جرى أدونك دل دول نما سو شقيسو خرمر جارة هدي أنا عشور لبه دونك ما ما بعشرته أو لا استعماله يونيفرسال أدونك أو لا يلا هدول وحلا هو عشور يدي ما شاترته أنا دو حوية لا يحلى يا وحوية إن أي مهم تهاي إن دتكو أي بحيان عشورته دول نما دونا أصل كذا يبيس كذا وكبر وضع عنشور كنا دمارو عنشور تبحين تاني دولة نما مجريسو نظام يكرا دمين مجريسو أمن مجريو فرمر مجريو هدي عن عنشور تلا بحينين بريهان وحنا مغريني أبين وساسو كتاقني دو أحاي إلا يراهدو عنشور تي دولة دو شرحيقا أحاي وقلاياش دولة دمارتي إن دا إيه هور استاقين أو يراهدين بحين ما ينو مركا وحارنا إنان دادك يجا وشيغنا ونا ديمرنا لانا هذا الله كنا وعي قلنا مهمة دا عشورة بحين تدولة تاسو يوجد دا ما أنت أنا هالكانو السبو النبي دولة دا حولة بدن باقو يالا دولة دا وحال ربا إن مشار بحسو وحال ربا إن أي دلك الدفاع دو وحال ربا إن خرومرك سوكر ديسو وبدلان الحمد لله هرمر بدن باك السعودة دولة نوا ونعكسن أي كتشرتا أمن يا كردم بين باك كتشرتا إس كمان أي ماذا وحاسي حدي أن لقى وضع شقي دان عصرته يا شعب يا دولة إن حدي أن لقى وضع شقي هرمر كاسو من الجريو أمن يا كردم بين تنا ما الجريسو تاين لو قادو أي لو بهية هذان عن شور ربحين ما أمن مجري هذان عن شور ربحين وحبرش مجريسة هذان عن شور ربحين عفن مجرية هذان عن شور ربحين إن شدد يو ديارة يو أربورتوي يو دكذا يو ملهى لياوي وماي إن عارفنا مركا وحا لقد دون يانا وحا سو أو خرمر ودلك كسر عداي وحا كجسو ذي دت كان لا يد عن شور تلبحين وحي أبوي يرى أبونا سهلنا أوي يدنا أوي واحد دتك قاركود أي كهري ما ريان أو أي دينه وحيدين شاقلنا وطا عشور سيدا دوا كهل لينا هو شرعي إذا الله أفضل لان وحاوي شرعي دستوري أوي معنى هذا وحاوي مركا قفك شرعي كهري ما رياه دمع ودنبير أوي سائل الله أركان ربنا وحاك هل لينا هو شرعي شرعي قاس أولا قهري ما هذا عشور تقول للديدانة وحي لم يتهي أي تاي وحوي يلا قفك وشرعي كهري ماني وشرعي وبروني ودمني يوي تام عنا بركة وحوي دينا لا حساب تمو وشرعي الله كانوا عد أهرن تاسي إن أكو عداتو إن وحنا نخنت إسلامنا هاي دتك ساقول لك ما ياهي إن أنا أجن هاي إن يهين كوا دلك وح حنتلا أقول بدنا كوا هاي ستة نبتقول أقول بدنا كوا هاي ستة عدك أبنك يا كردم بينتي الدول نمدو كف إلى سنة سو حتى رسالة إن أي جيهين أين جيهين قوة وقوة الدنيا دحوم تذكرنا عاصو لغمية نيك جناح صلاها ودلك الأمن جس يا كردم بينتي سجناح سجيسو وبوساس الله جسوا بلعبو إلى بكرة وتجيو ولا أنت هس أقول حيس أمن كهربا بلا عاد يصير أمن كوس عطو وربو جرو يصير أمن وقفر هذا وربو إنه أمن كوس هذا كوس عطوسه هذانا أورانا يا عشور بحين ما ينك أسكري يا طلعتن كدولار قاطه بدلًا أي عشور تلاقي شرع مركا كان أنت عشوا هنتيا كوه يستمر كوير هذا عشورتي ما بحين أيه طبعا وحوي إذا وقفت حمارة يسمى شرتو عدة وغض ما يس أو إن وهر يس أو دكتو قاري سنة وحوي إن أي جيهن إن وجدان أي عرفه إن هذا أي شيء يكون طوح أي تابع بدلًا عشور ما بحين بدلًا وعن شورة البحية مثلا صوت حوية وحال البحية وخدمات سيرفيس سير او دكت داسي ان عرابت لقلسو دقو لقا قادة وي عن شور
بروفيتكس ليرادو مع شمعاش ليرادو لما بحيه عشورتي سيلز كهيد او ايب كهيد لما بحيه عشورتي اكساس تكس ايضا وحصو سارك عشو حصو سارك لما بحيه عشورتي الدخل الانكم تكس كهيد من لما بحيه انت اسو عشورة او واجبة او دستورة او جرة ايان لما بحيه وحلا غير لما يمركو حوية نين اتشار غات او ليري وربولكي بأفر عشورتي كواجبتي اتشار كاعد كاقادتو دارة هاجة بحيوية وانك دارت الهاوية سو دارت الكوتشرة امنو كوتشو غيوي عشورت هذا إن إنكم تكسكا ليرة هذا عشورت دخلها وحب يحوي وشغالة دولة ذات وذكران إنسان مشارك ودنتو اللي يجي هاي إيوه محل ليرة هذا إن نين أسكري هو بورتا سارن أو ذلك الدفاع يقول لما يوي عدة بحسان عدك طبعا عشورة ده الدخل بحسان مجرد أنت أصو عشورة وواجبته واحد إلا بحيو أيان لا بحنن مركا وحا نو شيغي waxa weey cashuur baan bixinaa waxa weey services ka khidmadka loo hayo oo dadka daayarta markay alaabta ka soo daacada ka qaadaan laga qaado weey waxa kala cashuur dalka laga bixiya ma jirto saasaar ma dadka shacabka reer buldan inay ogaadaan una ogaadaan galxistooda kuwa noocaas ah runtii inay ay tahay een waxaan siinaya isbarbardhig example baan siinaya arigu markaan macallinka aado mushaarka ka qaadan jiray mareeka dakhligayga yarka boqolkii labaatan iyo shan waxaan siin jiray waxa la yiraahdo federal income tax oo ah canshuurta ay qaadato dowladda sare boqolkiiba afar dhibic sideed na waxaan ku bixin jiray dakhligayga aan siin jiray dowladda state marka aan ku noolahay gobolka new york aan ku noolahay ayaan bixin jiray oo siin jiray wax kasta oo iibsado oo dukaan ka soo iibsadana boqolkiiba sideed dhibic todobaatan iyo shan ayaan bixin jiray 8.75% sideed dhibic todobaatan iyo shan ayaan bixin jiray waxaan kaloo bixin jiray canshuur la yiraahdo excess tax oo canshuurta lagula dagaalamo waxyaabaha yacni xunxun oo ka mid tahay khamrigu uu ka mid yahay sigaarku uu ka mid yahay shidaalku sababto waxa weeye pollution buu keenayaa shidaalka in la yareeyaa la rabaa isticmaalkiisa sababto wuxuu keenayaa inuu hawada uu dhibaateeyo ay ka mid tahay sonkorta iyo waxyaabaha caafimaad darrada keena canshuurahaas waxaa la yiraahdaa earmarked waxa weeye canshuurta mathala sonkorta la saaro ama iyo sigaarka iyo waxaa la siiyaa wasaaradda caafimaadka dalkaas ayaa la siiyaa earmark sababtoo ah weeye maadaama caafimaadka canshuur u baahan yahay dakhli waxaa lagu jaheynayaa canshuurtaasi maadaama ay keento caafimaad darro in la siiyo caafimaadka canshuurta la saaro shidaalka iyo wixii lamida in lagu dhiso jidadka waxaasoo canshuur ayaan bixin jiray markii laga soo tago intaa gurigeeda xunka oo miskiinka aan degana sanadkii waxaan bixin jiray $15,000 sanadkii $15,000 oo kala barbar ay tahay school tax canshuurta iskuulka oo haddaad caruur leedahay iyo haddaadan lahayn aad bixinayso waxaasoo canshuur aan bixin jirayna wax aniga gaar iga soo gaari jiray cabdulayaan ma aysan jirinin oo aniga iga soo laabin jiray aad garan kartaa waxa weeye waa wax ka badan boqolkiiba konton dakhliga qofka miskiinka uu qaato taa markii laga soo tago adduunka aanu ku noolahay oo sharciyadu ka jirto ma jiro dembi ka weyn qof uu galo inuu diido canshuur runtaan sheegaya ma jiro dembi ka weyn sababta waxa weeye dowladnimada ku dhisan sababta qofkaas markuu diido canshuurna bixiyo waxa weeye dowladnimadu ka soo horjeestay dowladnimadii ayuu duminayaa weeye saa in loo fahmaa la rabaa waxa weeye aasaaskii dowladnimada canshuura haddii qofka canshuurta diido waxa weeye dabcan waxa weeye waa qof dowladnimo aan rabin kala dambeyn aan rabin nidaamna aan rabin weeye taasaa keenta marka in dembiga ugu culus oo dilka ka xun dalalka dee dowladnimada dhabta ay ka jirtaan uu yahay qofka diida canshuurta canshuurta ka hor yimaada waxaan ka hadlaynaa marka canshuur intee la eego laga qaylinaya dadka aan u fasirnaa rabnaa dadka aan been loo sheegin waxa weeye $700 ninkii ijaari qaataahi boqolkiiba afar markii lagu dhuftaahi waa misa waa $28 weye waxa la leeyahay bix hadduu bixin jiray qaadan jiray $700 sida iyo $20 keliya wa dowladdaada intaasoo hawla kuu haysa sii weeye laguma laha qofka yacni ijaarka ku jira oo guriga degan waxaa lagu leeyahay qofka ownerka marka sabab ninka ijaarka degan guriga degan uu yiraahdo anuba ma furayo dukaankaygii haddii canshuur lay weydiida sax maba ahaba sababto isaga kuma waajibta waxaa lagu waajibtaa ninka hantida la weeye oo guriga guriga iskala weeye
boosaaso oo hadda aan u maleynay meesha hadda laga soo sheegay arrintan ku saabsan canshuur diidmada canshuurta. Maalin markii u dambeysay aan tegay waddadii 13-aad ayaan kasoo dhagax dhignay oo magaalada horumarinteeda iyo bilicdeeda ah intaasoo ciidanaa joogta oo ka howlgasha oo nabadgelyadeeda ilaalisa aeroportooyinkii baa laga dhisay, dekedii baa la bilaabaya, mashruucii ugu weynaa ee biyogelinta ee Puntland ayaa dhawaan ka bilaaban doona boosaaso. Waxaa kale oo socda oon rajeynaynaa maxaa la yidhaahdaa solar lightski oo ka socda, yacni waxaana kaloo mashaariic oo horumarin ah ama kalluumeysi ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ayaa ka socota. Marka waxaas ma iska imaanaya mafiis ilaahi bay ku yimaadeen soo juhdi iyo dowladnimo iyo nidaam uma baahna. Yaa ka dhoofaya aeroportka ninka ganacsadaha weeye, ninka miskiinka ma dhoofo? Yaa ka dhoofaya dekedda xoga soo degaysa oo loo ballaarinaya ninka mar yacni badeecada haysta oo dukaan leedahay oo maxaa la yidhaahdaa ganacsadaha oo dhaqaalaha haysta weeye? Maaha qof miskiinka iyo ninka askariga oo buurta ku dhimanaya ma. Puntland saan horey idinku sheegay waxay galaysaa socod dheer, waxay u socotaa jihaad iyo inay iska celiso Daacish iyo Shabaab, inay dalkeeda ka xorayso, waxay u socotaa inay horumarto, waxay u socotaa inay dalkeeda dib u dhisato ayay u socotaa. Taasina waxay u baahan tahay taageero, waxay u baahan tahay garab istaag, waxay u baahan tahay in lagu garab istaago oo dowladda lagu taageero. Haddii aan marka lehelintaasna oo aan dee dowladdu ay dakhli ay ku hawlgasho oo dalkeeda ku xoraysato oo cadowga isaga celiso aysan helinina, da waxa weeye wax inoo dhisan iyo waxaan rajaynayno iyo waxaa noo soo socda intuba oo ha ogaadaan inay shidoobayaan oo ay dhibu ku imaanayso. Taas micnaheedu marka waxa weeye dee yeeli mayno oo ma ogolaanayno in yari intaasoo horumar oo dalka rabo in laga suubiyo oo horumarkiisa oo difaaciisa oo xoreyntiisaahi in yar inay hor istaagto oo shidayso lama aqbalayo, mana yeerayno una maleynmayo. Dadka reer Puntland aan ogahay dad karaamada sharaf leh wanaagsan inay yihiin inayna aqbalayaan behaviorka noocaasa iyo dhaqanka noocaasa. Waxaan ognahay oo kale nin sheegaya marka kuwa intaas diidan oo dowladnimada yacni shidaynayaahi inay qaarkood ay shabaab siiyaan canshuurta anogna inta loo yimaado xataa lama baryo lama yaraa canshuur bixiye telefoon baa loo soo dira, telefoon bay ku bixiyaan. Marka ninka shabaab shaba inuu siiyo canshuurta uu bixiyo dowladdan u diidan micnaheeda maxay tahay? Macnaheedu waxa weeye shabaab way dili karaan weye, lakin dowladdii ma dili karta, ma xiri karta weye. Marka ma waxay rabaan marka dowladdu si shaa inuu u dhaqanta miyay rabaan? Miyay rabaan? ilaa wanaagiisa iyo nabadgeladiisa iyo horumarkiisa nin kasoo horjeeda oo diidan inuu canshuurta ku bixiyo ogola inuu shabaab u adeego u khidmeeyahay. Dabcan micnaha annaga shabaab noola mid yahay wey runti, taasaan u qaadanayn oo qof raba weeye dalkan inuu dhaxal wareejiyo kuna wareejiyo shabaab ayaan u qaadanayn runti. Saa hore u sheegay dadka Puntland ama gaabwaasa ha joogaan ama gaabxaya joogaan ama baran ha joogaan dad wanaagsan wey, intooda badanna dad dowladnimada iyo nidaamka aaminsan wey. Sababtoo ah haddaysan taasi jirin in 19 sano oo dowladnimo ahi ma aanaan haysanayn iyo nabadgelyaha iyaga ugu horreeya waana ku ammaanan yihiin. Marka inta yarta oo shidada wada oo xaalad abuurka sameynaysa waxaa loo baahan yahay in meel loogu soo wajeesto la iska qabto runti intu taawe. Wixii annaga nagaga aadanna waa aanu ka gudanayna insha allah haddii ilaahay yiraahdo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku buurinaya dadka Puntland in ay nidaamka dhowraan, inay midnimadooda adkaystaan, in ciddii shido wada ay ka hor yimaadaan, in canshuurtu waa waajiba la bixiyo. Waxaanu mar labaad ku tirsiyaya waxa weeye inaysan jiri doonin dowladnimo haddii aan canshuur la qaadin dalka. Nidaamna ma jirayo, kala dambeynna ma jirayto, sharcina ma jirayo. Waxaan ku faanayno oo Soomaali iyo adduunka ugu faanaynahay ma ay jirayaan waa ay dhimanaysa insha allah. Guul iyo khayr baan idin rajaynayaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.